السلام عليكم، معكم صفاء الفصوح من منطقة بليونش. بالضبط يعني جات في جيران سوسة. صفاء، شنو القصة اللي عتعاودنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة جيت كنعاودكم على واحد القصة اللي هي للجدة ديالي وأنا كتعجبني بزاف. هاد القصة هادي كانت في يعني كانت قديمة شوية في الوقت التسعينات الثمانينات هيداك. الجدة ديالك شنو كانت كتعمل في الحياة اليومية ديالك؟ الجدة ديالي صراحة كانت كتعني لي بزاف الحاجات، اللي هي اصلا يعني واحد المرة اللي هي قوية، واحد المرة اللي هي شجاعة، واحد المرة اللي ما كانت صراحة كتجي لها كلشي، ما كانت كتخاف حتى من شي حاجة. شنو كانت كتمارس في الحياة اليومية ديالك؟ كانت كتصاد البحر. كانت كتصاد في البحر. صيادة. كانت صيادة وكانت عندها الماعز وكتعدل الجبن، كتعدل يعني مرأة قروية أصيلة. هدرت لنا على من قبل على جزيرة ليلى، شنو علاقة جدتك بجزيرة ليلى؟ جزيرة ليلى كانت الجدة ديالي تما كتطلع عندها الماعز فوق الجزيرة وكتطلع تما كتطلع بباتيرا، يعني اصلا قريبة يعني من بين الجزيرة وفين هي الدار ديالها، يعني قريبة ماشي بعيدة بزاف. كتطلع قبل ما يوقع الاحتلال الاسباني على الجزيرة. كان يعني قبل اصلا، يعني كان قبل بزاف. جزيرة مغربية وهي اصلا يعني ملي كانوا كيجيو كيسقسيوها الصحافة كانت كيقولوا الجزيرة دمك، كتقول لهم ماشي المغرب وماشي اسبانيا، الجزيرة ديالي انا. علاش؟ كانت عايشة فيها. حيتاش كانت عايشة فيها وكان عندها الماعز، وكتطلع تما كتعمل اتاي، كتعمل رغايف وما غير ذلك. المهم كانت مرأة قروية أصيلة بالصح ديال بصح. شنو كانت كتعمل بالضبط من غير تربية الماعز في الجزيرة؟ كانت كتصاد. يعني باش تاكل هي ولادها. باش كتاكل هي ولادها وحتى ولادها، يعني ملي كبروا كيصادوا. وبنات هي تبارك الله عندها 10 العيال وكاملين بهم ما شاء الله، لا مخليتاتي ولا ماما ولا كاملين بهم كيخرجوا يصادوا. كتجبر يعني مره كتنوض في الفجر كتخرج كتحلق باش كتجيب الحوت، كتحلق الشبكه. يعني ملي كتكون المره خارجه في الصباح، يعني كتكون ماشيه في الصباح باش كتصيد، كتلق الشبكه في البحر. كتلق الشبكه في البحر ومن بعد عاود كدوز مثلا العشيه كتجمع باش كيخرج. نورتي هادشي هذا. واخا بحكم انك ربما فتاة معاصرة وشابة لا، انا بالعكس، انا كيعجبني يعني انا اصلا يعني كيعجبني البحر وكيعجبني الصيد، وحتى انا يعني كنخرج نصطاد في البحر، وهذا المجال هذا هو اللي كنلقى فيه انا راحتي نفسيا. كنخرج كنصطاد، كيعجبني يعني نفس الرجال، حيت اصلا يعني ما كاينش المره كتصطاد من غير خليتاتي انا وماما. ومن بعد انا حتى انا عجبتني الفكره هذه وحتى انا خرجت للصاد وكنخرج يعني كننافس الراجل. كيفاش كيشوف فيكم الراجل فاش نتوما كتكونوا تصادوا هنا وهو كيصاد هنا؟ ما كيديش عليكم ديك النظره ديال الحقره ولا؟ لا صراحه صافي ولفونا اصلا، يعني حنا من الاول كنا نخرجوا البحر تعاونوا معنا بزاف، ويعني ما كايناش ديك النظره اللي يقول لك علاش سينا تخرج تصاد ولا. بالعكس انا الوالد ديالي ملي كنت خارجه البحر، يعني ملي قلت له بلي انا خصني نعمل اوراق البحر وخصني نخرج نصاد، عجبته الفكره وعجبو الحل. كتحسوا براسكم فرضتوا الوجود ديالكم صراحه كان، حيتاش حنا في بليونش ما كاينش النساء، يعني حنا هما اول نساء اللي كنخرجوا نصطادوا في البحر. وبالعكس يعني عجبنا الحال، وملي دخلنا يعني ما حسيناش براسنا غرابين على الدومين ولا شي حاجه. لحقاش حنا يعني انا تربيت يعني في ديك الجو هذاك، يعني ملي كبرت جبرت انا خليتاتي ولا ماما كيصطادوا وخوتي عاود هيداك. كيتسمى ورثتي الفكره من جدك طبعا. طبعا الجدة ديالك بقى كتمارس هذا العمل هذا؟ وللأسف الجدة ديالي ماتت شحال هذا. خلات بلاصتها في القلوب ديالكم؟ طبعا خلات البلاصه ديالها ماشي في قلوبنا حنايا بوحديتنا، يعني بزاف الناس اللي كانوا كيعرفوا رحمه شكون هي، يعني كانت مقاومة.
كانت مرأة قوية بزاف وكانت مقاومة وكانت كيف ما كتحس براسك يعني ما كتحشي براسك واقفة مع امرأة، كتحس براسك يعني واقف مع راجل فهمتي بكل شيء ديالها. تبارك الله ما شاء الله. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة شنو هي الرسالة اللي تقول لماماك وخوتك وكل نساء العالم؟ اليوم بغيت نقول لجميع النساء المغرب ولا العالم اللي عندها شي حلم تكمل فيه، ويعني اذا كانت في بالها شي حاجه تزيد فيها، يعني ما تقلش شي ما تقول شي لا انا ما نقدرش نعمل هذه، ولا بحال دابا انا مثلا خرجت نصاد حالي بحال الراجل وما عنديش يعني ما عنديش مره مشكل لحقاش انا عجباني هذه الحاجه هذه يعني وكنرتاح فيها. انت كتوصي النساء العالم انهم يعملوا داك الشيء اللي كيبغيو. تبارك الله عليك صفاء وشكرا جزيلا. تدعي لي شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.